اي حوار اي اي حوار يلا منعونا اي حوار لأن عقود العمل التي تربط شركتهم بالكازينو انتهت ورفضت إدارة الأخير تجديدها، حاول 27 متعاقدا من عمال التشريفات الدخول بالقوة إلى مقر عملهم السابق للمطالبة بالتعويضات، فما كان بعناصر قوى الأمن والموظفين الثابتين إلا أن منعوهم من الدخول بالقوة. مشكل وفي خبيط بين يلي عم يعتصموا. المسؤول عن هيدا الموضوع خليه يسمعه الكل، حاكم مصرف لبنان بدي حمله مسؤولية شخصية لإله. كل اللي عملته إنه جربت فوت على المطرح اللي أنا كنت أشتغل فيه وتعبت فيه 6 سنين أنا وإفلح لوز جدة وخمسة ونص تيجوا يمنعوني الدرك والنقبة والموظفين اللي نحن وقفنا معهم. طلعت قصة إنه بدنا نفل من الكازينو، كلهم قالوا مين بده يوقف حدنا، أخذتهم كلهم عند أستاذ سجعين قزة لأنه هو من منطقتي. بس خيب لي املي استاذ سجعين قزه، قال انه نحن منا مثبتين، ما بحق لنا نطالب بحقنا. اقفال الكازينو خط احمر يقول نقباء الموظفين في الشركه، لذلك اضطررنا الى منع المعتصمين من الدخول. كان على الاولى بالاستاذ مارون انه لما بده يجي يتدخل بامور شركه كازينو لبنان يحكي اولا مع نقبة شركه كازينو لبنان. قلنا له في 1300 عائله كازينو ما بقى يحمل خضيط وفي 27 كمان امانه برقبتنا، قال لي بفهم انه عم بتهددني. قضية هؤلاء مختلفة تماما عن ملف المصروفين تقول مصادر متابعة للال بي سي اي، وعلى رغم ذلك تحاول نقابتا الموظفين في الشركة معالجتها مع الادارة.